كيه كيه شنو يا شباب؟ هذه يلا يلا يلا. ايوه كيه شنو الشكل؟ شنو يبين؟ اي كيه هذه؟ كيه سبورت هات. ما شاء الله قوة الله بالله. كيا سبورتاج الملة. يلا يشوفها مع بعض. سعر المعروض يا شباب، سعرها المعروض 7.5. 7.5 طبعا تي 2000 سي سي، مو 1600 النوع المرغوب حق السوق الخارجي. هذه تي 2000 سي سي. تي يا شباب 4 سلندر 2000 سي سي، 156 حصان، غير 6 غيار، ليتات LED، كشافات LED. طبعا هي سعرها يعتبر حلو لكن مو مرغوبة حق سوق التصدير الخارجي. حجم الرنجات عندنا 17 على 65، 215. طبعا الرنجات إشارة على المرايات يمين ويسار. مصرف الوقود عندنا هني 14.7 ممتاز بلس. هذا يا شباب 2024 حق اللي يحب الكيا سبورتاج. يا صراحة كل استخدام سيارة حلوة وفعلا سيارة مرغوبة جدارتها. لتات خلفية LED، حساسات خلفية، 4 حساسات خلفية. اثنين وسائد هوائية، نظام مانع الانغلاق، نظام مراقبة الإطارات. طبعا عادية جدا السيارة. طبعا هذه سلة، يعني هذا حق الراديو. نقول بسم الله، نفتح من داخل سيارة يا شباب. صناعة شنو سيارة يا شباب؟ صناعة سلك فاكية. سلك فاكية السيارة. من داخل ما شاء الله، جامات اوتوماتيك، تحكم براية اوتوماتيك، بالمراية اوتوماتيك، قفل سنتر لوك، سايد بريك اوتوماتيك. وهذه من داخل ما شاء الله سيارة واسعة، حاملة اكواب، فتحات USB، فتحة USB، فتحة شحن، فتحة 12 فولت. طبعا التكييف ما شاء الله تاتش، التحكم بالراديو، نظام مانع الانزلاق. طبعا الجير 6 سرعات مثل ما قلنا، مو CVT، 6 سرعات. ما شاء الله من داخل حلوة. عادية السيارة بلوتوث. اتوقع السيارات الجديدة ما فيها CD. الظاهر ان CD صارت موضة قديمة. نفتح الباب الخلفي. ما شاء الله. شوف من داخل. فتحتين تكييف فقط، ما في فتحات USB. سيارة عادية، سيارة كرف شغل. من داخل واسعة، مو هينة السيارة، عشان كذي مرغوبة. طبعا المرغوب السوق حق السوق 1600 سي سي، وخالص أساسا من السوق، وسعره هم أعلى من كذي. السبعة هذه سعرها 7500، إنه مو مرغوبة حق التصدير، حق السوق الخارجي اللي هو السوق المصري. وفي منها نزل منها هايبرد، في نزل منها هايبرد 1600 سي سي، وصلت بالكويت هنا. طبعا سعرها 14000، موجودة بالسوق السعودي. شوف ماكينتها يا شباب. هذه يا شباب تي ترى سحبة مامي، ماكينتها ما شاء الله بالعرض، 6 على الصباب، ما شاء الله قوة الله. طبعا تي يا شباب بدون تير، بدون تير، ماكينتها بالعرض ما شاء الله، بديع ثقيل. الله يبارك حق اللي بيشتري. والشباب اللي جربوها يقول والله يمدحونها، يقولونها زينه. بس انا اقول للسوق الخليجي الافضل ان يحطون مروحه خارجيه هني، او اللي يشتري يركب، لان التكييف ما شاء الله هني لازم. عندنا بالخليج ما شاء الله الجو الحمد لله، يعني يبي له شويه مساعده بالتكييف، خاصه التكييف. أنا يعني بوقت الزحمة هذه تتوقع التكييف يصير دفاية.
بس ما شاء الله شوف اللمسات اللي عليها. شوف كروم، كروم هني، كروم ما شاء الله ألوانها حلوة. وفي واحدة ثانية نشوفها الحين مع بعض، هذه تفرق شوية، اسمها جي تي، طبعا كيا سبورتاج جي تي ال ان اي. هذه فيها حساسات أمامية وسعرها المعروض 10,600. الرنقات نفس الرنقات اللي شفناها قبل شوي، نفس المواصفات، بس فيها حساسات أمامية هذه، هذيك ما فيها. وهذه من داخل ما شاء الله جلد، هذيك مخمل ما شاء الله، هذه مخمل وجلد، وفيها فتحة بانوراما نشوفها. هذه بانوراما ما شاء الله، هذه الداخلية تفرق طبعا، يفرق السعر. هذا التحكم عندك بالقير في السرعات. وهذه فيها شاشة ما شاء الله كبيرة، وداخليتها جلد، داخلية جلد مع شوية مخمل مطرز. طبعا كل هذه نفس الماكينة، هم 2000 سي سي، هم 2000 سي سي. الكونسول بالوسط طبعا شوي أفخم، أفخم من هذيك. الفرق الفتحة والفرشية والفتحة والداخلية جلد. طبعا هذه يا شباب كلها أسعار معروضة، فيها بعد إنه ينزل شوية معاكم السعر، هذه أسعار معروضة بس. هذه مقاس الرنج أكبر، 19.50 × 235. هذه مقاس الرنج أكبر، هذه مقاسها 19 رنج، هذيك 17 وهذه 19. كاميرا خلفية هذا وهذيك، 2 وسائد هوائية ومانع الانطلاق، نفس الشيء، نفس حتى الماكينة. نشوف الماكينة بعد، هذه لو كانت 1600 سي سي طارت أصلا ما أشوفها، بس لأنها 2000 سي سي متوفرة عندنا لحد الحين هنا عندنا بالكويت، ولا ما تشوفها لو 1600 سي سي كان على طول تصدير. نفس الماكينة بالضبط يا شباب. هذه السيارة اللي هي الكيا سبورتاج، سرعتها القصوى 180 كيلو متر، ومن 0 لـ100 11.7 ثواني. هذه بالنسبة حق الكيا سبورتاج. الحين نشوف هاينداي توسان، هذه الهاينداي توسان، هذه هي الهاينداي توسان، طبعا التي نفس المواصفات هذيك، ولكن سعرها 8450 ليتات LED، كشفات LED. بس هذا حجم رنقاتها كم؟ 18.55 × 235، هذه 17 و19، هذه 18، يعني هذه بالنص. طبعا إشارة على المرايات، مصرف الوقود هني بالنسبة حق التوسان 2000 سي سي 13.4. نقول بسم الله، طبعا نشوف الشكل، في الشكل انت عاد تشوف عاد اي احلى. هذه طبعا ليتات خلفية LED، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، هذه تفرق بالنسبة حق هذه بالنص تصير. ليتات LED، كشافات امامية LED، طبعا قرشية، جناح، عندك سلة، شاشة معلومات 8 إنش. طبعا تي نفس الشيء، هذه 2 إيرباك بس ما فيها بعد مانع انزلاق فيها. بسم الله نشوفها من داخل، هذه من داخل ما شاء الله. هذا بالنسبة حقية توسان، داخل أفخم شوية اللي هي توسان. طبعا عندك اللونين، هذا حلوة، هذه ناحية سيارات جديدة ما في كذي. اللون الثاني هذا كله أكثر شيء أسود، لون البيجي. كونسول في الوسط، حاملة أكواب، طبعا 6 سرعات، 2000 سي سي، 156 حصان. طبعا والصناعة تشيك، هذه صناعة تشيكية، تكس شكل الفاكهة، وهذا التشيك
هذا المصنع بلجيك اللي بالنسبة حق التوسعة. طبعا في منها 1600 سي سي بس ما في طبعا الحين خالصة، 2000 سي سي متوفر، وفي منها هايبرد بعد نفس الشيء. طبعا عندك تكييف خلفي تحت، هذا الكشنات مخمل يا شباب مو جلد. نعم تفضل. ما شاء الله عندك ما شاء الله رنك كامل، مو رنك صغير يعني، نفس الرنك اللي موجود تقدر تركبه عليه. ايوه حركات شفت، اذا بننزل الكشن نسوي كذي، هذه الطريقة تخلي الكشن هنا رحبة ما شاء الله حق الأغراض الشيء حلوة. نسكر الدبة. طبعا المكاين نفس الشيء، هذه ماكينة التوسان وماكينة الكيا سبورتاج نفس الشيء، 2000 سي سي 156 حصان، 2000 سي سي بدون تيربو 156 حصان. وفي ناس تفضل الكيا سبورتاج وفي ناس تفضل كيا هايونداي توسان، نفس الماكينة بالضبط، نفس الماكينة. لو تعيدون شوية شوف حتى مكتوب هنا كيا وهايونداي مكتوب نفس الشيء بالضبط ما شاء الله. كبوت ثقيل مقارنة في بنزين الكيا سبورتاج مع الهاينداي توسان. هنا عندنا الكيا ممتاز 14.7 2000 سي سي، طبعا نفس ماكينة التوسان ونفس السرعات 6 سرعات التوسان، نفس ماكينة الكيا سبورتاج 13.4، يعني معناته الكيا سبورتاج أوفر في الوقود. طبعا هذا بدون تيربو، وهذا بدون تيربو، الاثنين بدون دبل، معناتهم سحبة ما بي، ولكن فرق ممكن هذه أثقل شوية، أثقل شوية من هذيك في الوزن. وتابع وشوف بعد السلام عليكم.